هذه تفاصيل وفاة طفل بتيفلز كان يقلده، الطفل ريان. في حادثة مفجعة شبيهة بواقعة الطفل ريان الذي سقط في بئر بإقليم شفشاون قبل أيام، أقدم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات أمس الاثنين بمنطقة سبت الغابة جماعة مقام الطلبة نواحي تيفلز على رمي نفسه في بئر عميق، وهو الحادث الذي أودى بحياته. وكشف أحد سكان المنطقة في تصريح له أن الطفل كان متأثرا بقصة ريان الأليمة وحاول محاكاة الواقعة اعتقادا منه أن الأمر لا يشكل خطورة، قائلا: كان كيلعب مع أصحابه، قال لهم أنا غندير بحال ريان، إلا أنه لم يدرك أن الأمر سيأخذ منه حياته. وأكدت نفس المصادر أن السلطات حلت بعين المكان وتم انتشال جثة الطفل من البئر حوالي 2 بعد الزوال، أي بعد 4 ساعات من سقوطه، مبرزا أن عمق البئر يصل إلى 57 مترا ويضم بداخله محركات اصطدم رأس الطفل بأحدها أثناء السقوط. حادثة طفل تيفلز ليست الوحيدة التي تدعو إلى القلق وتلقي بمسؤولية جسيمة على الأسر، فقصص عدد من الأمهات عن الحالة النفسية لأطفالهن بعد سماعهم قصة طفل شفشاون تنبه إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإبعاد الأطفال عن تفاصيل الواقعة الأليمة، خاصة حينما يكون أبطالها أطفال صغار. وكتبت إحدى الناشطات على صفحتها بفيسبوك عن حالة بكاء وحزن مستمر صاحب طفلتها بعد سماع خبر ريان، وكشفت أخرى كيف لجأ طفلها إلى الحفر داخل حديقة المنزل وهو يخاطب أمه قائلا: غادي نحفر باش نجبدو ريان. وهي مشاهد زرعت القلق في قلوب أمهات وأباء وجدوا صعوبة في إخفاء تفاصيل الحادث عن أنظار أبنائهم. وينبه خبراء إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و8 سنوات هم الأكثر تضررا من الفواجع بحكم عدم قدرتهم على الاستيعاب والتمييز وفهم ما يجري من حولهم وما يرج في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسجيلات مرئية وصوتية وصور حية مؤلمة. ففي هذه السن يبدأ الطفل في وضع إسقاطات على ذاته ويعتبر نفسه جزءا من الواقعة ويعيش الحدث بحيثيته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.